سوف نحتاج إلى عربة لنأتي بيوزرسيف. أسرع تحرك. ما الأمر؟ أرى أن جناب هورنهوب قد شرف سجن زاوير ثانية بقدومه. لقد جئنا لاصطحاب يوزرسيف، هو حر. الحاكم أمين حوتب أبدى رغبته في رؤيته. تقصد أننا لن نرى يوزرسيف بعد الآن؟ لعلك تحب أن يبقى يوزرسيف في السجن إلى الأبد. لا 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 لا، أنا أرجو له الخلاص، لكن لا يسهل علي الابتعاد عنه، ولا أظن أن أحدا من المساجين يطيق احتمال البعد عن يوزرسيف. ولولا وجود يوزرسيف هنا لما استطعنا جميعا تحمل سجن زاويرة. حسنا، اصطحبوا جناب هورنهوب إلى كيدامين لنرى من هو يوزرسيف هذا. السلام على نبي الله. سلام الله عليك أيضا. تحيات إلى هورنهوب. ما الخبر بناروس؟ لقد جئنا لاصطحابك إلى جناب الحاكم أمين حوتب، وقد جاء معنا قائد حراس القصر جناب هورنهوب شخصيا لمرافقتك. ما زال قلبي مدخنا بفعل سهام الكيد، ولن أترك السجن ما لم يتم رفع الاتهامات الموجهة إلي. لكن الحاكم قد أمر بخروجك. الأفضل أن يقوم الحاكم برفع التهمة عني أولا، وإلا فإن الخائن لا يفترض أن يكون له مكان خارج السجن. عليك أن لا تقلق، لقد عفى عنك الحاكم وسيتولى الدفاع عنك. ولكن أنا لا حاجة لي بعفوه، إنما يكون العفو عن المذنبين. وكيف يتم سحب التهمة عن يوزرسيف الحكيم؟ إن رجعت إلى سيدك فقل له أن يتحرى عن النسوة اللواتي قطعن أيديهن، رغم أن ربي وإلهي مطلع على المكيدة التي كدنها لي. عليك أن تحسن استغلال الفرصة التي واتتك. تستطيع خارج السجن أن تدفع عنك التهمة، فكر بخلاصك من السجن. أنت تحظى بحماية أمين حوتب، ألا يكفي هذا؟ بظنكم إلى أي مدى سوف يذهب أمين حوتب في الدفاع عن خائن؟ أو ما هي المنزلة التي سوف يحظى بها الخائن عند أمين حوتب؟ أصلاً قل لي بيناروس أن يطلع الحاكم على تفاصيل ما جرى مع زليخة وبوتيفار، فزليخة يجب أن تدفع الثمن. لا يصح ذكر اسميهما، فقد أحسنا إلي طوال سنين وربيان في نعمتهما ودللهما. أجل، لكنهما رمياك في السجن لسنوات. أرجو أن يعرفا مرؤتك حق معرفتها يا يوزرسيف.
وما قضية النسوة التي قطعنا أيديهن؟ أي نسوة؟ أنتم فقط اسألوا جناب الحاكم أن يتحرى عن قضية النسوة اللواتي قطعنا أيديهن، وهن سوف يظهرن من تلقائهن. الكثيرون من أهل القصر والناس في مصر لا يزالون يذكرون تلك الحادثة. حسناً، هذه المرة أيضاً سوف نرجع خاليي الوفاض. إلى اللقاء. حييتم. لو أنك ذهبت معهم وأخبرت أمين حوتب بما جرى وأخذت بثأرك من زليخة أيضا، لا تقلق، لن يطول الأمر حتى يعودوا. أنا لم أسمع بهذا أبداً. المجرم الذي نحن بصدد تخليصه من أسره يضع الشروط علينا لقاء خروجه من السجن. أجل يا علي المقام، يوزرسيف يقول للحاكم المعظم عليك بالتحري عن قضية النسوة التي قطعنا أيديهن. ولكن ما القضية؟ أية نسوة؟ هل يعلم أحدكم شيئا؟ نعم علي المقام، أنا على علم بالقضية. إن سمحتم لي فسوف أجلب لكم النسوة. أسرع إذن، أريد أن أعرف حقيقة الأمر. كما تريد. هل رأيتم كم انزعج بوتيفار؟ أظن أن هذا الموضوع هو حول سبب دخول هذا الفتى إلى السجن. القضية تعود إلى سنين خلت. كانت زليخة زوجة بوتيفار، قد تعلق قلبها بغلام لها. احضروا لي سيدة زليخة ورودامون على الفور. لكن جناب بوتيفار على قطيعة مع السيدة زليخة. لا أدري. لا أدري ما الذي يريده بوتيفار من زليخة بعد سنوات. أريد قائمة بأسماء النسوة التي قطعن أيديهن عندما خرج عليهن يوزرسيف. لما تريد أسماءهن؟ طلب علي المقام أن تحضري عنده وإياهن جميعا. النسوة التي تذكرهن زليخة وكاليماما، اجمعهن اليوم وها هنا. هذا أمر من الإله أمن حوتب نفسه. لماذا؟ ما سبب طلب حضورهن؟ وما الذي يريده منهن الحاكم؟ قرر الحاكم أن يخرج يوزرسيف من السجن، لكن يوزرسيف اشترط عليه رد الاعتبار، وقد قرر أمن حوتب دعوة النسوة لتتسنى له معرفة ما إذا كان يوزرسيف مذنبا أم بريئا. لا أشك أنه ينوي إجراء محاكمة. محاكمة؟ لم يخطر ببالك أبداً أن تعود قضية يوزرسيف وتظهر للعلن وأن تتم محاكمتك على خطاياك الماضية، ها؟
أنا أستحق هذه الفضيحة. هذا جزاء من يرمي بريئا بتهمة باطلة ثم يزج به في السجن. إنما أنا من سوف يفتضح، فأنت قد سبقت لك الفضيحة منذ أمد بعيد. اصحبي مأمورا وأخبري النسوة اللواتي تذكرهن زليخة. سنذهب إلى قصر أمن حوتب. ذنبي أنا أكبر من ذنب زليخة. ماذا سيكون جوابي إن سألني أمن حوتب لماذا رميت بهذا الفتى البريء في السجن لسنوات؟ نيمي سابو، ما الأمر؟ لقد دعا الحاكم أمن حوتب السيدة زليخة وسائر نساء الأشراف اللواتي حضرن وليمة زليخة. أي نسوة؟ النسوة التي قطعن أيديهن. وما الذي يريده الحاكم أمن حوتب بكل تلك النسوة؟ توقفني مسابو، يظهر أنه يريد معرفة السبب الذي أودى بيوزرسيف إلى السجن ومعرفة علاقة ذلك بالنسوة. يعني إذا تبين أن يوزرسيف ليس مذنبا فسوف يخرج من السجن؟ كم أرجو ذلك، أرجو من كل قلبي أن يخرج يوزرسيف من السجن وأن تتم معاقبة السيدة زليخة وسائر النسوة بشدة. أرجو أن تدفع زليخة ثمن كل هذا الظلم والأذى الذي ألحقته بيوزرسيف، وسوف ترى. جناب الإخماهو، ما الأمر؟ جاء قائد حراس قصر بوتيفار رودامون إلى قصري وأخذ معه زوجتي ميريتا تن. ولماذا سمحت له إذن؟ أتى بأمر من أمن حوتب، اعتقل زوجتي إضافة إلى النسوة التي حضرن وليمة زليخة وشاركنا في قضية يوزرسيف، وأخذهن معه عنوة إلى قصر أمن حوتب. قلت قضية يوزرسيف؟ أجل، لا تقل إن أمن حوتب أفرج عن يوزرسيف ودعا إليه النسوة من أجل الانتقام له. ماذا عساي أفعل من أجل إنقاذ ميريتاتن؟ ميريتاتن سوف تنجو، لا تقلق، كن مطمئنا. أرسل من قبلنا شخصا يتحرر لنا، هل خرج يوزرسيف أم لا؟ لا يبدأ القلق إلا لحظة خروج يوزرسيف من السجن. ماذا أفعل به؟ نيمي سابو، لماذا يسوقون زليخة والأخريات إلى القصر؟ أنا لا أدري.
يظهر أنهن من نساء الأشراف. هذا أمر عجيب، فهذه المرة قد غلوا أيدي الأشراف بدلاً من الفقراء والمساكين. وما العيب في ذلك؟ فلتمطر بخلاف العادة ولو لمرة من الأرض على السماء. انتظرها هنا. إنه اليوم الثالث الذي تحيرتم فيه عن تعبير الرؤيا، وهذا مدعاة للخجل. لماذا أجيب أمن حوتب إن سألني اليوم عن تعبير رؤيا؟ أقول له إن المعبرين عندي أبرع في النوم والأكل منهم في تفسير الرؤيا. أقول له لقد تحيروا في عملهم وعجزوا عن تعبير منامك. سوف أريحكم، إما أن تأتوني بتفسير رؤيا أمن حوتب، وإما أن أقوم أنا بدلا من أمن حوتب بأخذ أرواحكم وإرسالكم إلى الغرب. جناب الخماهو، ما بالك أنت؟ ما الأمر؟ رأيت بوتيفار اليوم يسوق السيدة زليخة وبعض نساء الأشراف في طيبة إلى قصر أمن حوتب. بدا وكأنه يسوقهن إلى السجن مع بعض الحراس والجنود. ألم تعرف السبب؟ سألت ولكن أحدا لم يعلم. لقد وقعت بينكن يا نساء مصر وبين يوزرسيف منذ سنين خلت أمور وأحداث أود أن أشرف على حقيقتها. ما الذي جرى بينكن وبين يوزرسيف عندما لقيتن؟ أجبنا. ما خطبكن؟ هل ابتلعتن ألسنتكن؟ فلتنطق إحداكن. والله لا علم لنا بصدور أي قبيح أو دنس من يوزرسيف. يوزرسيف مثال للطهارة والتقوى، ولم نرى منه أي ذنب قط. وهل يمكن لنا أن ننسب السوء والقبح إلى ملاك سماوي؟ أريد أن أعرف من هو المذنب فيما جرى بينكن وبين يوزرسيف فورا. ألم يصدر عن يوزرسيف أي خطأ؟ ألم يرتكب أي معصية؟ فلتجبني زليخة. في القضية التي جرت بينك وبين يوزرسيف، من كان المذنب؟ هل تعتبرين يوزرسيف مذنبا أم غير مذنب؟ عقدت العزم على إماطة اللثام عن هذه القضية. كونوا على يقين أني لن أترك الكاذب من غير عقاب. وقد سمعت اعترافات السيدات الحاضرات. الآن حصحص الحق وزال القناع، وقد تبينت الحقيقة التي بقيت مخفية لسنوات، ولا سبيل لي أمام هذه الحقيقة الظاهرة إلا أن أقبل بمرارة الاعتراف. بلى، كنت مشغوفة بيوزرسيف الطاهر العفيف، وقد عزمت أن أتقرب منه وأنشئ معه علاقة تشوبها الخيانة، لكنه استعصم وتحفف وردني خائبة خالية الوفاق. يوزرسيف كان غلامك وكنت قادرة على إجباره على المعاشرة، لكنك كنت على ذمة زوجك، وما كان لك الحق في هذا الأمر. من جهة كنت أنت آلهة معبد آمون، ومن جهة أخرى زوجته، وزوجات آمون لا يرتكبن هذا الأمر.
تعترفين إذن أن المذنب هو أنت، أنت صاحبة المكيدة، ومع ذلك فقد أوديت بيوزرسيف البريء إلى السجن. أجل، أنا أقر بذنبي كما أقر ببراءة يوزرسيف، إنه بريء. لماذا تخفي ذلك؟ إن يوزرسيف مظلوم. أنا متأكدة من أنه مظلوم. معك حق، يوزرسيف ليس مذنبا. نيمسابو. نعم نعم جناب رودامون. هل يمكنك أن تذهب إلى يوزرسيف بهذه العربة؟ إلى يوزرسيف؟ أجل أجل، في طرفة عين، ماذا تريد منه؟ قل له السيدة زليخة وسائر نساء مصر قد اعترفنا بذنبهن وشهدنا على براءتك، وسوف تنجو من السجن. متى 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 سوف يخرج؟ لا أدري. عاجلا، هيا أسرع. أوصل نيمسابو إلى سجن الزاويرة وعد سريعا. هيا تحرك. أصحيح أن كنا قد تعطن أيديكن لشدة ما أصابكن لما رأيتنه وهو لم يبالي بأمركن؟ أجل، هو كذلك، لقد قطعنا أيدينا حين رأيناه. يوزرسيف عفيف بل شديد العفة، إنه لم يكترث لجمالنا وحسننا أبدا. لم تنطلي عليه ولا واحدة من مكائدنا مطلقا. شاب بصفاته جدير بالمديح، لقد سمعت بشأنه أمورا كثيرة لكنني لم أكن لأصدقها. أما أنا فلا أصدق هذا، في النهاية هو ليس قديسا بل مجرد إنسان. لماذا مكرتن بشاب هذه صفاته؟ لماذا رميتن في السجن بهذه الجوهرة الفريدة؟ نحن الآن نعترف بذنبنا ونطلب العفو والصفح من حضرة الحاكم. من حضرتي أنا؟ عليكن أن تطلبن العفو من حضرة يوزرسيف، لقد كنتن السبب في ضياع سنوات من عمره في السجن. أنت مذنب أيضا يا جناب بوتيفار، شاب بهذه الصفات أثبت أن علمه بتعبير الرؤى يفوق علم جميع معبري مصر، وأنه لا نظير له في العفة والنجابة. رميته في السجن ظلما لسنوات. لا أملك جوابا شافيا للدفاع عن تقصيري، لكني أقول لعل السجن كان السبيل الوحيد لكم أفواه المتطاولين. مع ذلك كله أعرف أنني مذنب، إن سمحتم لي أطلب الإذن في الانصراف فورا، أنا أشعر أنني لست بخير. لا مانع، يمكنك أن تنصرف. خذوا هؤلاء النسوة إلى سجن القصر المؤقت ريثما أرى ما أنا فاعل بهن. اذهبن، أنا أكلمكن. هيا تحركت. ما خطبكن؟ يمكنك أن تعود الآن. القائد هورن هوب. نعم جناب الحاكم. اذهب إلى السجن برفقة بيناروس وأخبر يوزرسيف أن براءته وعفته قد ثبتت لدينا بشكل قاطع.
نحن نكن له الاحترام ونجعله من أقرب الناس إلينا. أحضروه إلي محترما مكرما. أنا لا أطيق انتظارا لرؤية يوزرسيف. قال رودامون إن زليخة وسائر نساء مصر اللواتي دبرن لك المكيدة والخدع قد اعترفنا جميعا بذنبهن وشهدنا ببراءتك من كل التهم التي سبق ووجهناها إليك وآمن حوتب سوف يأمر بإخراجك عاجلا على الفور. إنما أردت أن يعرف بوتيفار أني لم أخن. أنا لم أخنه لا في الغيب ولا في الخفاء أبدا. وأردت أن يعلم الحاكم أمن حوتب أن يوزرسيف ليس أهلا للخيانة. وأردت أن يعلم أن الله لا يأذن لأهل الخيانة والغدر أن يصلوا إلى مبتغاهم بالاحتيال. يوزرسيف، هل أخبرتنا كيف تمكنت من مقاومة نساء مصر ومنعهن من أن يظفرن بك؟ ما كنت لأفتخر بنفسي، وما أبرئ نفسي من العيب والتقصير. إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. لعل نفسي كانت لتأمرني بالفحشاء لولا أن ربي وإلهي قد رحمني وعصمني من شر النسوة. إن ربي لغفور للذنوب رحيم بالعباد. تحية للقائد هورن هوب. حيتك الآلهة، جئنا لنأخذ يوزرسيف. لقد تحقق ما اشترطته لخروجك من السجن. السيدة زليخة وسائر النساء اعترفن بذنبهن وهاهن الآن يقبعن في السجن. لكني لم أكن في واردي أن أجازيهن. الحاكم أمن حوطب لا يطيق انتظارا لملاقاتك. سيكون الأمر صعبا جدا بغيابك. ماذا نفعل من دونك؟ لقد أنسانا حضورك البعدة عن ديارنا وأهلنا وأحبتنا. لن يكون لنا أحد نلجأ إليه بعدك يا يوزرسيف. لكن الله معكم في كل الأحوال. إن جعلتم الله نصب أعينكم فسوف يهون عليكم شقاء السجن وكذلك فراق يوزرسيف. أعدكم بأني سأزوركم على الدوام ولن أترككم وحدكم. وما الذي فعله يوزرسيف لهؤلاء السجناء حتى أحبوه وتعلقوا به هكذا؟ يوزرسيف الصديق كان لهم بمثابة المدد والمرشد والملتجأ. قل لي أمن حوتب، إن السجن بلا يوزرسيف لا يعد كونه قبرا وبيت غربة. قل له رجاء إما أن لا يأخذ منا يوزرسيف وإما أن يخرجنا معه. خذوا مني هذه النصيحة، فإن عملتم بها هان الأمر عليكم. السجن هو قبر الأحياء وبيت الأحزان، والسجن هو دار لابتلاء مدارات الإخوان ومكان ندم المذنبين والأعداء. إن أصحابنا يستعينون بشقاء السجن فيصقلون نفوسهم ويزكونها بتحمل المشقة، ولا يدفنون أنفسهم فيه كما لو كان قبرا. سوف أعود للقائكم في القريب العاجل. أه
حفظك الله يا يوزرسيف. حفظك الله يوزرسيف. في أمان الله. في زيارتنا لا تنسى أصحابك. تفقدنا من حين لآخر يوزرسيف. نحن ننتظرك. لا تنسنا. لا تنسنا يا يوزرسيف. بحفظ الله يوزرسيف. جناب يوزرسيف، هذا المحمل أحضرناه لأجلك. إني لا أكره أن أجلس على أكتاف الناس، إنما جئت لأرفع الأثقال عن كواهلهم لا لأكون ثقلا عليهم. اطمئن، لن تسقط عن أكتافهم. من يتخذ من أكتاف الناس مجلسا فالسقوط هو قدره المحتوم. أنا أفضل الخيل والعربة. لا مشكلة. ممنون. في أمان الله. جناب يوزرسيف، اركب في عربتي. في أمان الله. في وداع. حفظ الله. في حفظ الله. هيا انطلقوا. جناب يوزرسيف، إن أحببت يمكنك أولاً أن تستحم وتغير ملابسك، ثم بعد ذلك نتشرف بلقاء الملك أمنحوتب. حسناً جداً، فأنا أيضاً لا أحبذ أن ألقاه على هذه الحالة. من كان ذلك؟ ماذا قلت؟ إنه يوزرسيف، ألا تعرفه؟ لقد تم إخراجه من السجن بأمر من أمنحوتب. يوزرسيف، لكنه اسم يوسف بلغة أهل مصر. أجل، فهمت قصدي. يوسف، يوسف، لقد وجدته الآن. لقد وجدت يوسف. فليعفو الله عني. ما هذا العمل الذي ارتكبته؟ الويل لي، فقد قمت ببيع نبي عبدنا. أين أذهب بهذا العار؟ لقد وجدته. لقد وجدت يوسف. يوسف. كل ما نمر به هو بسببك. لقد جلبت الفضيحة لنفسك ولنا. كل ما أقاسيه هو بسبب يوزرسيف. ولكنني أستعذب احتمال اللوم من يوزرسيف. لقد ذهبت بماء وجه بوتيفار وفضحت نفسك وفضحتنا، وألقيت بيوزرسيف في السجن، ثم أوديت بنا وبنفسك. جدير بأمثالك أن يعلقهم أخناتون على المشنقة. لست وجلة لذهاب ماء وجهي، ولا حزينة لسجني، ولا أجد ما أواجهكن به غير الاعتذار منكن وطلب العفو. افعلي شيئا.
زليخة، أنت قد هانت عليك كرامتك، أما نحن فلا. لما لا تكلمين الحارس؟ لعله يرسل إلى بوتيفار ليعمل على إخراجنا. لا داعي للقلق، لن يبقوا عليكن هنا طويلا. أنا هي المذنبة، لا شغل لهم معكن. ألا تخشين أن تبقي في السجن إلى الأبد؟ كل مكان هو ليس فيه سجن. الحسن في هذا المكان أنه يجعلني أدرك كيف قضى يوزرسيف سنوات السجن. سجن زويرة أقسى من هذا المكان بأضعاف، وأنا قد تسببت منذ أكثر من 10 سنوات بسجنه ظلماً. لقد رأيته مرة في طفولتي، لا أدري كيف يكون شكله الآن. عالي المقام، هورن هوب وجناب يوزرسيف يطلبان الإذن بالدخول. كما في السابق، وقتها أيضا لم تركع لنا. يحيى الحاكم أمن حوتب الرابع، يحيى المعبر العظيم والحكيم يوزرسيف. يحيى يوزرسيف الحكيم والعفيف. تحيا سيدة مصر المعظمة. هل تذكر يا يوزرسيف، هنا حيث تشرفت مع بوتيفار بلقاء أبي أمن حوتب الثالث، وأنتم عمدتم إلى هدية الراحل أمن حوتب فقلدتموني بها. ستكبر في يوم من الأيام، سيكبر شأنك في الدنيا إضافة إلى مقامك المعنوي. نساء طيبة كنا على حق عندما أكبرنا يوزرسيف، إنه جميل حقا. من لحظة سماع تعبيرك لمنامي وأنا أنتظر أن ألتقي بك، ومنذ تبينت لي براءتك لا ينفك يراودني شعور بالذنب والتقصير. في ظل حكمي وسلطاني، لماذا على معبر عفيف كيوزرسيف أن يكون في السجن؟ لقد أرسلت نساء مصر إلى السجن من أجلك. أنا شاكر لجناب الحاكم دفاعه عني، لكنني لست راضياً بسجن نساء مصر وتأديبهن. إن هذا الصفح والعفو يزيدانك عندي عظمة وإجلالاً، لكني أريد أن أؤدبهن قليلاً، فليبقى العفو عن نساء مصر لما بعد.
لقد سمعت الثناء بحقك منذ الطفولة، لكن ما أراه الآن هو أعظم بكثير. لا تبالغ في مدحي، فأنا لا أرى نفسي لائقا بهذا الإجلال. لقد أعددت اللحظات بانتظار هذا السؤال. جناب يوزرسيف، أنت كيف تقوم بتعبير الرؤية؟ المعبرون في مصر يقرؤون الأوراد الخاصة ويستعينون بما يحوزونه من العدة اللازمة للتعبير. تعبير الرؤية علم آتاني الله إياه من عنده، وأنا لا أقول شيئا من عند نفسي. لقد صح ما سمعته عنك، فأنت لا تعبد إذن آمون وسائر آلهة مصر. أجل، هو كذلك حقا. هذه الحقيقة قد أفرحتني كثيرا، وصرت أكثر احتراما عندي. أن لا تسجد للآلهة المتعددة ولست من أتباع معبد آمون فهو أمر يستحق التقدير والثناء. لعلك لا تعلم أن عالي المقام أمن حوتب لا يؤمن أيضا بآلهة المعبد. لقد اتخذت قراري في أن أقيم مناظرة بين يوزرسيف وبين المعبرين وكهنة معبد آمون بحضور أهل طيبة. أريد أن يتبين للجميع ضعف كهنة المعبد في تعبير رؤياي. لا شك أن عقيدة الناس وإيمانهم بآمون وسائر الآلهة سوف تضعف. إن قوة الإله آمون وكهنة المعبد قائمة على حماية الناس، وأي ضعف في إيمان الناس بالكهنة سوف يؤدي إلى إضعاف قوة آمون. بيناروس، اصطحب جناب يوزرسيف إلى مكان استراحته. هورنهوب، أدعو كل وجهاء مدينة طيبة لحضور الوليمة الكبيرة التي ستقام في القصر. أمرك عالي المقام. أرجو أن لا يوفق هذا العبراني الكافر، وإلا فإن علينا أن نحضر أنفسنا لهزيمة النكراء. إن هزيمة آمون إزاء إله يوزرسيف ستكون هزيمة لكل المعبرين وكهنة المعبد في مقابل عبد لا يرعى سوى الأغنام. قائد حراس القصر جاء للقائكم عالي المقام. الإله؟ أمن حوتب الرابع حاكم مصر يدعو جناب ألخماهو والمعبرين الأعاظم إلى الحضور في قصره ليسمع منهم تعبير رؤيا. حسناً، يمكنك الانصراف. ماذا حل بنا حتى صرنا ندعى لنقف صاغرين بين يدي شاب يافع عديم الخبرة لنستنطق ونسمع القدح والذم؟ ما الذي تفعلونه أنتم إذن؟ قولوا لي، لماذا على آمون وخدمة المعبد أن يتحملوا أخطاءكم وتقصيركم؟ وهل أطعمناكم هذه السنوات إلا ليوم كهذا؟ أما الآن وقد احتاج إليكم المعبد فأنتم عاجزون خائبون. إله أهل مصر المعظم، الحاكم أمن حوتب الرابع ومرافقوه يدخلون الآن.
القصد من دعوتنا للكهنة وللمعبرين ولأعاظم وأشراف طيبة هو امتحان معبر شاب يدعي أنه قد تمكن من تعبير منامنا، ونحن اليوم بصدد أن يقف الحاضرون على حقيقة ادعائه. أصادق هو أم كاذب؟ يحيى حاكم مصر العالم أمن حوتب الرابع. يوزر سيف رغم خدمته لسنوات مديدة في قصر بوتيفار إلا أنه لم يتعلم بعد أن يركع أمام إله مصر ويعظمه. لعل الركوع عندكم أصبح أمرا عاديا، فأنتم تركعون لعشرات الآلهة على اختلافها، أما أنا فلم أركع حتى الآن إلا لرب واحد ومعبود واحد. أرجو أن لا يفسر جناب الحاكم عدم ركوعي على أنه عدم احترام. لكن هذا التصرف بعرف وجهاء وأهل مصر يعتبر إساءة كبيرة. لو كان الأمر كما يقول الكاهن الأعظم وكنت قد تعلمت الركوع والخضوع لخضعت للحسان من نساء طيبة وما قصيت عذاب السجن لسنوات. جميعكم تعلمون أن قصدي من إقامة هذا المجلس هو الحصول على تعبير منام قد رأيته مؤخرا. لا شك أن معبري مصر الحاذقين والمجربين قد قاموا حتى الآن بتفسير رؤاي، بينما أن هذا الأمر ليس متوقعا من يوزرسيف الشاب، فهو كان يتوق إلى هذا الاختبار ونحن أردنا أن نفحص قدرته. بعضكم قد سمع وصف منامي. أجل سمعنا جيدا. نعم سمعناه، لكني أود أن أعيده على مسامعكم.